اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. انا مبسوطه جدا، مش قادره اصدق ان احنا مسافرين عشان عندنا فوتو سيشن مهمه قوي. انا بجد مبسوطه جدا، كلنا واقفين وجاهزين ومعانا شنطنا. ايوه، وانا كمان مبسوطه قوي ان احنا هنسافر وكده نتصور. يلا نقف بس، تشيز. 1 2 3، ووهو، هكون بقى صورة تذكارية قبل ما نسافر. عرضات الأزياء بقى، هما مسافرين لشتاء 2017، متصورين بقى قدام الطيارة باسيفيك ايرلاينز، وهنروح بقى نعمل فوتو سيشن جامد جدا. واو، ان شاء الله هتكون رحلة حلوة جدا جدا. يلا يا بنات، بكرة نطلع على الطيارة وهنروح بقى بلاي موبيل سيتي ونصور هناك في الاستوديو بتاع احسن عرضة ازياء، وهنعمل شغل جامد جدا هناك. بس هناخد شوية ساعات قبل ما نوصل. الله، شكله هيكون يوم جامد قوي. ومستعدين كلنا؟ يلا نركب بسرعة. اهلا بيكم على متن الطيارة باسيفيك ايرلاينز، يرجى ربط الاحزمة واستعدوا عشان الطيارة هتطلع في خلال بضع دقائق. كل الناس اللي على سيد الركاب ان هم التزام بالقواعد، وعند حدوث اي خطر في لايف جاكيت تحت المقعد بتاعكو ممكن ان انتوا تلبسوه وتنفسوا من الاكسجين، وان شاء الله مش هيكون في اي خطر. الله، انا مشوقة ومتحمسة قوي. هنسافر بقى هناك ونقعد نتصور ونشوف مناظر طبيعية جميلة. الله، وانا كمان مبسوطة جدا، صح ولا ايه؟ انا كمان مبسوطة قوي. يلا بقى عشان نسافر. الطيارة بقى طالعة دلوقتي، الحمد لله ان هم هينزلونا المقبرة احسن، انا هموت من الجوع، جعانة جدا. الحمد لله عملنا تيك اوف. يا نهار، يا احنا بنقع ولا ايه؟ احنا بنقع ولا ايه؟ انا مش عارفة افرمل خالص الطيارة ولا سيطر عليها، انا مش قادرة اتخيل ان احنا بنقع. يا ناري، حد يلحقنا الى برج المراقبة. يرجى المساعدة، طيارة باسيفيك ايرلاينز بتقع، يرجى المساعدة. ديش، ايه ده اللي حصل؟ راسي بتوجعني اوي، احنا خبطنا ولا ايه؟ الظهر كده. لا لا، مش قادرة اصدق، احنا عملنا حادثة بالطيارة. احنا لسه عايشين. دماغي مش قادرة، راسي بتوجعني قوي. وانا كمان انا مش قادرة اتنفس، انا الكرسي كبت على نفسي. الحقونا، حد يجي ينقذنا. ما تقلقوش يا جماعة، الحمد لله احنا وصلنا على الارض بسلام، والطيارة ما انفجرتش بينا وما وقعتش في المحيط وما فرقعناش ولا انفجرنا ولا اي حاجة. احمدوا ربنا ان احنا نزلنا على الارض سلام. اي نعم، الطيارة دشدشت بس احنا سلام. يلا بسرعة، في طيارة وبعدين احنا نلحق نخش نظبطها. كل واحد اللي يخش يلاقي مسافر يحاول ان هو يطلعه. ويوا ويوا ويوا، يا نهاري، ده في ازاز كتير قوي جوه وفي ناس كتير قوي جوه. يا نهاري، عايزين احنا نطلعهم. ايه ده؟ واو، دي طيارة عارضات ازياء، شكلهم باين من جسمهم ولبسهم. يا نهاري، ده كلهم شكلهم حلو قوي يعني، وكلهم متعورين ودم وبتاع. انا بنقول لكم حالا لايف حادثة طائرة مروعة خبطت في الارض، ومعانا يعني احسن عرضات ازياء لشتاء 2016 او 17 متدمرين ومكسورين زي ما انتم شايفين ورا. الازاز دخل في وشها. حضرتك تحب تقول ايه؟ يا ترى الوضع كان امن ولا مش امن في التلفزيون؟ لا حضرتك، الحمد لله الطيارة خبطت بس في الأرض، الطيارة هي اللي اتدمرت، لكن الحمد لله الناس ما فيش أي أرواح ماتت، بس تقريبا في كلها إصابات وخدوش سطحية. نتمنى لهم السلامة إن شاء الله، وهنوديهم مستشفى على طول. ما تقلقيش حضرتك خالص، احنا اتصرفنا بسرعة ورحنا طفينا الطيارة قبل ما تنفجر بيهم، الحمد لله كل ده حصل خير. طب حضرتك تحب تقول حاجة تانية؟ معانا بقى واحدة من عارضات الأزياء، هنعمل معاها حوار ونشوف ايه رأيها في اللي حصل وتحكي لنا اللي حصل بالتفصيل. حضرتك احنا كنا راكبين والله عادي ولابسين الحزام،
فجأة لنا الطيار ما يدوبك ما لحقناش ان احنا نطلع، غير الطيارة بيقول لنا البسوا الأعزمة واللايف جاكيت مش عارفة ايه كلمتين كده. وفجأة لنا بقى الطيارة راحت قاعدة تحود منه وتطير في الهواء، واحنا قاعدين ندعي كده عشان احنا كنا حاسين ان احنا هنموت. بعد كده بقى راحت الطيارة وقعت على الأرض وخبطنا، الحمد لله انا طلعت سليمة، بس زي ما انت شايفة اصحابي مزدججين ورايا كده، واللي فيه مجروح واللي بتاع. ماشي، شكرا حضرتك، ميرسي قوي. معانا واحدة من المجروحين نحب نسألها، حضرتك تحب تقولي ايه للتلفزيون للبث المباشر؟ انا احب اقول ان انا كويسة بس وشي اتدمر خالص. ايه ده، شايفة اللي انا شايفاه؟ انا مش قادرة اصدق، الطيارة خبطت وعليها المودلز بتوعنا، يا نهاري. انا مش قادرة اصدق، مش قادرة اصدق. رؤول، ايه ده جابي على الطيارة دي؟ انا زعلان جدا ومتضايق، مش قادرة اصدق. طب هي كويسة؟ جابي كويسة ولا لا؟ انا قلقان عليها قوي. ما تقلقش يا رؤول، ان شاء الله تكون كويسة. لا طبعا قلقان عليها، دي جابي جابي. الو الو، ممكن اكلم بسرعة حد يوصلني بالناس اللي وقعت؟ عايزة اكلم جابي اطمن عليها، انا قلقان عليها جدا. جابي حد يرد عليا، عايز اكلم جابي. حضرتك ممكن تيجي تصرفنا وتقدر ان انت تيجي تزورها احسن ما انت بتتكلم في التليفون. طب خلاص ماشي، انا رايح هنا، انا رايح اشوف موقع الطياره مكان ما قصت عشان عايز اسلم على جابي لحسن، انا فعلا بحبها قوي، مش قادر اصدق ان هي حصل لها حاجه بالطياره. ما تقلقش يا ابني، ان شاء الله هتكون كويسه. طيب خلاص ماشي، سلام. انا ماشي انا بقى دلوقتي. ايه ده جابي دراعها اتكسر؟ جابي جابي حبيبتي، انا جبت لك ورده، سلامتك، الف سلامه حبيبتي. رؤول، انا ايدي اتكسرت خالص زي ما انت شايف كده يا رؤول. ايه ده يا جابي، سلامتك، الف سلامه حبيبتي، ان شاء الله تقومي بخير على طول، بما ان انت كويسه. انا فعلا مصدومه في حاله صدمه. سلامتك، الف سلامه يا حبيبتي، ميرسي قوي يا حبيبتي، بجد انا اتسختكت خالص في الرحله الفظيعه دي، انا مش عارفه ليه اتحسدنا ولا ايه. سلامتك، الف سلامة يا حبيبتي. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فصيح عجبكم، بليز قولي لي في الكومنتات رايكم فيه، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك سبسكرايب شير، لكم كل جديد من فيديوهات العيب اللطفول. توحشوني يا صحابي، باي باي.